دائما بالتعريف يسألوني في المهرجانات وكذا، أكتفي بكلمة شاعر باعتبار أعتقد أن الشاعر، رغم أنه عملت بالصحافة وعملت في الكتابة أيضا، لكن دائما أقول أنا شاعر فقط. وأعتقد أنه هاي الصفة هي واسعة جدا، لأن الشعر هو بحد ذاته هو عالم، هو كون، هو يختصر أشياء كثيرة. لذلك فكلمة شاعر هي صفة ومهنة، مثل ما كان يقول الروائي الكبير نجيب محفوظ: أنا موظف لدى القصة. فأنا أيضا أقول أنا موظف لدى الشعر. أنا ولدت في مدينة الكوفة، مدينة تتغرغر بالشعر على ضفاف نهر الفرات، وأيضا كانت مكتبات ضاجة بالكتب والشعر. ودخلت أيضا مكتبة خالد دكتور عبد الله الصايغ، هو كان شاعر وكان أيضا محاط بالشعراء وأيضا أحاديثهم الأدبية، فلها تأثير أيضا كبير علي. أصدقاء الطفولة اللي عشت معاهم، علي الرماحي شاعر جميل، فكانت الطفولة هي منبع أولي، أو خلينا نقول كانت هي الممهد الأول، لأن تختزن ذاكرتي بالكثير من الصور الشعرية، وأن أكون قارئ نهم للكتب. وجدت أن الشعر يجب أن يكون متحدي، الشعر يجب أن يكون مشاكس، الشعر أن لا يستكين، لا يهدأ. استمرت هذه الرحلة من فترة الطفولة، ثم الصبا، ثم مرحلة المتوسطة. وهناك أيضا وقع نظر الأستاذ عبد الهادي الحلو، كان مدرسي المعلمي أو مدرسي الأول، فكان شجعني كثيرا وأخذني في مسابقة إلى كربلاء، كانت النجف وكربلاء محافظة واحدة، فحصلت على الجائزة الأولى بالمهرجان، وجابوني مكرم إلى المدرسة، والطلاب طلعوا يهوسون ومن هالأشياء. فأيضا أنطتني أهمية أنه شاعر كيف يكون محل استقطاب لرأي عام. الأستاذ عبد الهادي الحلو كان هو أديب، وأيضا كان عصبي المزاج، وكان عاشق للأدب، فكان دروسه لذيذة ومهمة أيضا بالنسبة لنا إحنا. فطلب مرة أنه نكتب إنشاء، وأنا بالصدفة كنت ناسي دفتر الإنشاء، فعندما جيت وصل السر إلي أنا ارتجلت، ما قلت لأنه أنا ما جاب دفتري، خشية من عنده أنه يعاقبني أو كذا. فمن عندي ارتجلت أشياء، هو أتذكر الموضوع تباشير الصباح، طباشير صباح، يعني حتى بعض الطلاب كانوا يسخرون طباشير صباح، وكان هو يصير عصبي من هالأشياء. فكتبت إنشاء من نفسي، يعني أنا ارتجلت هذا الإنشاء، وهو يبدو استوقف في مقطع قال لي عيدة. أنا يعني أخذت على حين غرة، يعني ما أعرف شو أسوي. وأنا استافن صديقي، كان زميلي أيضا وهو صديق عمر، فنان حسين حيدر الفحام، انفجر بالضحك.
فالمدرس صار عصبي عليه، قال لي ليش ضحكت؟ هو بين ارتباك بين كذا، قال عدنان بده يقرا يعني ما عنده دفتر بالاساس، انا كنت مخلي دفتر اخر. فاجى بخطوات واثقه وصل يمي فصار عصبي، قال لي اطلع برا. فانا طلعت برا ورا شويه، طبعا بيدي عوتشيه وكذا بيدي هذا، ورا شويه صاح لي قال لي انت كتبت من نفسك؟ وين انشاء؟ دور دفع ما لقى اي شيء. فمن من هذه الحادثه بدا يرعاني وبدا يهتم وبدا يخليني مشرف على النشره المدرسيه، فانطاني دعم كبير، واخرها كانت هي الجائزه الاولى اللي جبتها بمهرجان كربلاء على محاضرات كربلاء. وبنفس الوقت بدا هذا هدا لي مجموعه من الكتب، وايضا مجموعه المسرحيه ايضا عبيد الظلال، لحد اليوم احتفظ بهذه النسخه لاعتبرها اول وسام الي وموجوده في مكتبتي. وانا فخور انه كل المنافي اللي مرت بها وكل التنقلات والكتب اللي فقدت وراحت، لكنه كتابه بقى عزيز علي ولليوم احتفظ به. بدأت أولى محاولاتي بالكتابة، وكانت قصيدة كتبتها عن والدي كان مريض بالمستشفى، لا أعتبرها قصيدة إنما خاطرة، خفيتها بعدين في بين طيات ملابسي أو كتبي. أثرت علي والدتي، وعندما قرأتها بدأت تبكي، فهذه الدموع اعتبرتها أول شهادة وأثرت بي كثيرا. يعني في ديوان أغنيات على جسر الكوفة هناك قصيدة كتبتها كلش قديمة عمودية ضفتها إلى الديوان، قصدي التسلسل الزمني أحيانا لا أخضع له بترتيب القصائد وبترتيب الديوان، ثار من الخليج أو قصيدة اللي كتبتها عن والدي أو قصائد أخرى كثيرة. حتى عندي ديوان اسمه نغمات من قيثارتي، هذا كتبته في مرحلة المتوسطة، لم أنشر مع أي بيت لليوم. اعتبرها كل هاي محاولات أولى. بدأت الديوان الأول انتظرني تحت السمحرية، اعتبرته هو الخطوة الأولى. من أول طبول الحرب عندما دقت بال 1980 أخذوني جنود ككل العراقيين بك الفترة، وكانت معاناة صعبة جدا أن تدخل حرب لا قرار لك فيها، مجبر بالخدمة الإجبارية. كانت أثرت علي كثيرا هذه كوابيس الحرب والأشياء، وأيضا عشت فترة معاناة كثيرة في مستشفى البصرة، كنت أبحث عن أخويا اللي كان مصاب. هناك اطلعت على ديوان محمد المغوط، استعارته من صديقي الفنان جسام محمد. هذا الديوان أثر بي، ثلاث أيام قرأته كله كاملا، أثر غير كثير من نمط كتابتي وفتح تجربتي على مشهد جديد من الكتابة. احنا تعرف البيئة النجفية أو حتى بيئة بغداد كانت مشبعة بالشعر العمودي وأيضا بال، فهذه النقلة كانت مهمة، طبول الحرب والماغوط قلبوا موازيني تماما. فبدأت أتجه للقصيدة الحرة وأيضا القصيدة التي تحمل الوجه الآخر، يعني القصيدة نقول الخطاب المستتر، التي تحمل الخطاب المستتر فأمام أبواق الإعلام الحربي. عليك أن تجد طريقك الخاص في الكتابة. أخذت حياة الجنود، أخذت آلام العاشق وهو يودع حبيبته ويذهب إلى الحرب التي لا ناقل له فيها ولا جمل. في هذه الفترة أصدرت عام 1900، وكنت أنشر في بعض الصحف لغاية 1984 صدر لديواني الأول انتظريني تحت نصب الحرية،
وحظى باهتمام النقاد، كتب عن عبد الجبار داود البصري ويسرون الدياب ونقاد عديدون كتبوا عنه، لفت الانتباه لولادة شاعر، وأيضا خلى خطوتي على مسار الشعر الأول. هذا الديوان بعد كنت أنا عند صدور هذا الديوان أنا كنت في منطقة شيخ خصال في السليمانية، جندي معاقب لسبب أنه ضابط وجد عندي كتب، أحد الجنود أوشى أنه أنا تارك واجبي أو تارك كذا وماسك الكتب، بعض المجموعة الكتب، فخلوني في اسطبل الحيوانات، يعني عشت بيه حوالي فترة طويلة. بريد القنابل. أنت لا تفهمين إذن، رجل في كتاب سوف يعبر مبنى جريدة شعرك هذا الصباح، فيشغلني عن دوار القصيدة، أتأمل فوضاك من فتحة في القميص وفوضاي في الورقة، سيمر بي العطر يأخذني لتفاصيل جسمك أو لتفاصيل حزني، من سيرتب هذا الصباح القلق؟ الفناجين باردة كالصداقات، والحرب تعلك أيامنا وأنا في انتظار الندم، اقلب الصفحة الآن، برجك تشغل الوفيات وبرجي تملأه الطائرات، أنت لو تفهمين إذن كيف يربكني خجلي حين تفضح وجهي مرايا النساء، كيف يكسرني زعل الأصدقاء، فأجمع كل نثاري وأختار زاوية الحنين، هي الوطن الكأس والمرأة الواحدة، في بريد القذائف أوزع قلبي على الأرصفة وأنتظر العائدين من الموت في عربات الصدف، أنت لو تفهمين إذن كيف تجمعني الحرب في طلقة ثم تنثرني في شظايا المدن، أقلب الصفحة الآن، لا وقت إن القنابل تقتسم الأصدقاء. هو انتظرين تحصل الحرية في هذه الأجواء الحرب، وكنت نبحث عن منفذ أو مأوى أو ملاذ أو خلاص من هذه الأشياء، لم يكن سوى إلا الإشارة إلى نصب الحرية اللي باعتباره عمل مشهور ومهم. فكنت أقول لحبيبتي انتظريني تحت هذا النصب، لأنه في يوم من الأيام ستشرق شمس السلام وتنتهي الحرب وتنتهي الطغاة، وممكن من هذا النصب تبدأ رحلتنا، رحلة الجمال، وأيضا يبدأ العراق الجديد. وظل الحلم لليوم، ولا تزال حبيبتي تنتظرني تحت نصب الحرية. في يوم من الأيام أحد الجنود جاب جريدة كانت تأخذ الريح، الآن ألقت بأحد الأسلاك وجابها، جاء من المعسكر يعني. الجريدة فتحها وإذا بي صورتي وموضوع اللي قلت لك عنه عبد الجبار داود البصري كاتبه، في بغداد محتفلين ديواني وأنا هنا معاقب ويعني عايش في هذا المكان التعيس. فهذا التناقض، هاي الازدواجية، هذه الحالة الغرائبية أثرت علي تماما. رجعت بالليل على ضوء الفانوس، بديت أسطر في المحافل أو في المزابل لا فرق. كانت ترنيمات أولى، بعدين بديت أكتب 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 وما أعرف شنو اللي أكتبه. بعد سنوات صديقي عبد الرزاق الربيعي يخبر جبرة إبراهيم جبرة عن هذا العمل ويطلع عليه، وبالتالي شجعني عليه، وأنا اعتبرت بوقتها أنه هذا نوع تشجيع لجندي عايش في هاي المناطق الصعبة، ولأنه يحمل تجربة. لكنه النشيد بقى معايا لفترة طويلة. صدر كديوان منفصل، وأيضا ثم عمل من مسرحية في العراق، مسرحيتين، وكيف بهاي المسرحية الأخيرة هي اللي قادتني أن أخرج من الوطن.
قدمت الديوان الثالث عام 86 للطبع، تفاجأت أنه الرقيب أو الخبير بدل بعض الأشياء. مثلا على سبيل المثال قصيدتي كنت هديها لصديق عبد الرزاق الربوعي، اسمها تمرين لكتابة قصيدة، أقول بها في زحمة الحرس المدجج في زحمة الحرس المدجج بالشتائم. وجدت مبدلها في وذابح القصيدة من الوريد إلى الوريد كما يقول نزار القباني، مبدلها إلى في زحمة الدرب المعفر بالأماني. فأنا صدمت بهذا واعترضت، ذهبت إلى الدكتور محسن موسى واللي كان هو مدير عام الشؤون الثقافية، وقلت لها يعني لا يمكن هذا القبول به، فحول إلى خبير ثاني اللي كان هو يوسف صايغ، وكان شاعر كبير وأيضا جريء بوقتها، وأرجع القصيدة كما هي ونشر الديوان دون أي تغيير، وهذا الشيء يحسب له. بعد سنوات التقيت بالرقيب هذا، وهو أيضا شاعر من شاعر خمسيني، قلت له يا أستاذي العزيز، بعد أن جلسنا في جلسة يعني بدلت أنت القصيدة من هذا المكان هذا ونشرت الآن، فماذا يحدث؟ لماذا أنتم تزايدون على كذا كذا؟ فلكنه تفاجأت، يجاوبني جواب مؤثر جدا، قال لي أنا أخرت القصيدة يعني غيرتها مو أنا رقيب، وإنما خوف عليك، أنتم شباب كنتم مندفعين وما تعرف يعني السلطة في جبروت وكذا، أنت عندك أم، عندك خوات، عندك أهل، تأثرت تماما و غيرت موقفي أو نظرتي عن هذا الشاعر، كنت أتصور أنه رقيب سلطة وإذا به إنسان مرهف الحس، وكان خوف علينا من هذه الأشياء. الشاعر هو راضي مهدي السعيد، أذكره لأول مرة يعني، وتحية إلى كان هو لا يزال على قيد الحياة وأتمنى كذلك. هذه الأشياء أيضا أعطتني درس آخر، أنه لا تحكم على شيء، انه الظرف الاجتماعي والظرف السياسي والظرف يحتم على الانسان موقف اخر غير الموقف اللي هو بداخله. فنشر الديوان، وكانت ايضا ولادته صعبه، يضاف الى الديوان الثاني اللي الوراء بعد الديوان الرابع اللي هو سماء في خوذه. ولد الديوان في عمليه قيصريه صعبه، وكاد لا يرى النور الجرأة اللي بي، فعلا كان جريء يعني إلى حد ما. مثلا على سبيل المثال في قصيدة أقول بها يا سماء العراقي أما من هواء تلفت، كانت سماء العراقي مثقبة بالشظايا وكانت تنز دما أسودا، لا بأس فليكتب المتخمون وراء مكاتبهم عن لحوم الوطن. أول مهرجان دعيت إلى اللي هو مهرجان جرش في الأردن، وكانت العلاقة العراق بالأردن جيدة، فسمح لي أن أذهب، وكانت هي الذهاب بلا عودة. وبعدين استطاعت عائلتي أن تخرج وراء 6 أشهر، استقرت في عمان، صدرت أول ديوان إلي بالمنفى تحت سماء غريبة، قدم الشاعر سعد يوسف. و تنقلت إلى السودان ثم الخرطوم ثم سوريا، ثم من سوريا سللت إلى بيروت بدون جواز. عشت في بيروت 1996. في بيروت كملت نشيد أوراق، أحسست أن النشيد كمل، فصدر الطبعة الأولى عن دار أمواج، وبقتها من صدر الديوان أصدرت جلد بابل، خلتني على قائمة التصفيات وما شنو. الوضع كان صعب جدا أيضا في بيروت، رغم جمال بيروت وانفتاحها للحياة الثقافية، كانت من أجمل محطات يعني حياتي الشعرية في بيروت، احتفال الأدباء وأيضا حياة حرة تجد فيها البحر والحرية، وهذا أجمل عنصرين في الوجود. هاي المتعة أفسدتها هاي الملاحقات والمتاعب، فالأمم المتحدة قالت يجب أن نجد لك مكان آمن، فأخذتني من جو بيروت والشمس الساطعة الحلوة إلى القطب، إلى لوليا اللي تبعد حوالي 1600 كيلومتر عن مالمو عن جنوب السويد، هناك على خطوط سيبيريا درجة الحرارة تصل إلى 36 تحت الصفر،
يعني أنا ابن الجنوب ابن الوسط ابن بغداد ابن الكوفة اللي درجة الحرارة تصل إلى 50 أو أحيانا 55 إلى درجة تصل 36 تحت الصفر أو 40 تحت الصفر. في هذا المناخ الغرائبي هنا كتبت بدأت في ديواني تأبط منفى وقصيدتي المحذوف مرساة الغفران. بدأت كتابة أخرى تتحدث عن حياة المنفى وعن هاي الهواجس والأشياء. عشت في السويد حوالي 8 سنوات، أصبحت لي علاقات طيبة مع الشعراء السويدين وأقيمت لي أمسيات عديدة. اشتركت في مهرجان أيام الشعر العالمي في مالمو، ثم انتقل بي المطاف إلى لندن. وصلت لعام 2004، عشت في لندن حسيتها هي المكتبة المفتوحة على كل العالم، وحسيت أكثر دفئا من بلاد الاسكندنافيا. في لندن أصدرت لي مجموعات وآخر ديوان إلي، وأيضا أصدرت كتب النثرية قسم إذا قراءة توم هوك وإليه المثقف الاغتيال، وديوان أيضا وكتاب آخر اسمه اشتراطات النص الجديد وإليه في حديقة النص. أصدرت أيضا بعض الكتب، وصدر لي كتاب الإنجليزي المحذوف، وصد ديوان آخر أيضا الآن في طريقة للنشر. أقيمت لي أمسيات عديدة في ناشونال جاليري وفي رويال أكاديمي، وفي الآن عندي أمسية قادمة في المتحف البريطاني، وأيضا في جامعة أكسفورد كانت لي أكثر من أمسية، وفي جامعة كامبريدج. وأصبحت لي علاقات طيبة مع الشعراء الإنجليز يدعوني إلى أمسياتهم. أيضا خارج بريطانيا صارت لي أمسيات في كوبا مهرجان شعر، وأيضا مهرجان شعر العالمي في كولومبيا، ومهرجان في إيطاليا وفي النرويج وفي مكانات عديدة. لا اسم للحرب. يبدأ الوطن الآن من جملة نصفها مضغتها المطابع، فالتمسي في دمي كلمة لا يشوهها أحد، أغني بها وطني من شقوق المواضع والقلب، حيث ينام الجنود على يطغات الحنين المبلل، ملء جفون انكسار الندى والبلاد، وملء البلاد افترشنا أغاني الخنادق والعلب الأجنبية تحطبنا الحرب، مر عريف العاشة والطائرات الوطيئة، مر شتاء الطفولة والقمل، مر الصباح الحديدي فوق زجاج النعاس، فشظ ترقبنا لنهار جديد لم يختسل بعد من طمث القصف، مر 30 موتا على موتنا وقنبلة واحدة، فاقتسمنا على طاولات التوبيت خبز البقاء المثقب والشاي، مر الندم إصبعا إصبعا ستقطع كف طفولتنا الحرب، تمضي بنا في غرور المقاوي نحو مساطرها، وتبيع الذي لن نبيع، تجوعنا ونكابرها بالوطن، وتشتت أيامنا فنشاغل أيامها بالتمني، وإذ تستجير طيور الحنين بأعشاش أحزاننا، سوف نبكي على وطن ضيعوه فضعنا. الترجمة مهمة جدا لنقل صوتك إلى العالم. حدثت أشياء كثيرة معي في مهرجان الشعر العالمي، طلبوا من مترجم كان يعرف العربي، هو كاتب سويدي، أن يترجم شعري، وكانت هذه المرحلة الأولى في اللغة السويدية. وفي اللغة الإنجليزية قام الشاعر ستيفن واتس مع المترجمة مارغا بولجي ارتاخو بترجمة الديوان الأول، والآن يقوم بإصدار الديوان الثاني، وتقوم شاعرة جيني لويس بترجمة ديوان آخر. في الخارج أول جائزة أخذتها جائزة هيلمان هاميث للإبداع وحرية التعبير في نيويورك 96، ما استطعت أذهب هناك، كنت في الأردن، لكنه سلمت الجائزة. ثم جائزة مهرجان الشعر العالمي في روتردام 1997، استطعت أن أذهب إلى هناك، قادم من السويد، كنت وصلت للسويد. الجائزة الأخيرة أخذتها كنت في السويد عن اتحاد أدباء جنوب السويد، وكنت أيضا في لندن فدعوني إلى
مالمو وسلموني الجائزة وأقيمت لي أمسية هناك. هذه الجوائز أيضا مثل ما أعتبرها هي تشجيع، وبنفس الوقت هي أيضا مسؤولية، مثل أيضا مثل الدراسات ومثل الاهتمامات النقدية. فكل جائزة وكل كتاب أو كل دراسة هي إعطاء مسؤولية مضاعفة للكاتب أن يعمل أكثر وأكثر وأن يتواصل بهذا الطريق الصعب واللذيذ. الكلمة هي أهم وأجمل وأخطر شيء في الوجود، فكل الأديان بدأت بالكلمة. الإنجيل قال في البدء كانت الكلمة، وفي القرآن نون والقلم وما يسطرون. الكلمة هي الفردوس وهي الصليب، هي الرحلة وهي الحوار والتواصل. وبالكلمة تستطيع أن تبني كون بأكمله وتهدم كون بأكمله. الكلمة لها مكانة عالية وعظيمة، وأعتبر أنه سر الوجود هو الكلمة. الورقة هي المساحة البيضاء المفتوحة لكل الاحتمالات، لكل كموعد جميل تنتظره. الورقة هي سجلك الشخصي والروحي. الورقة هي البياض اللامتناهي اللي يحتمل الكثير والكثير والكثير. لقد طوفت في الآفاق حتى رضيت من الغنيمة بالإياب. نحلم الرجوع للوطن، الإياب هو العودة للوطن. فبعد كل هذا الطواف ما يكون حلمك إلا أن تضع رأسك على وسادة وطنك وتنام. العراق الذي يبتعد كلما اتسعت في المنافي خطاه، والعراق الذي يبتعد كلما انفتحت نصف نافذة قلت آه، والعراق الذي يرتعد كلما مر ظل تخيلت فوهة تترصدني أو متاه، والعراق الذي نفتقد نصف تاريخه أغان وكحل ونصف طغاة.